بالنسبة لطول الجسر 1560 متر، عرض الجسر 39 متر، ارتفاعه عن سطح البحر 62 متر. شهداء 15 تموز، تخليدا للشهداء اللي قدموا فداء ارواح الفداء للوطن بالانقلاب الفاشل اللي حصل في تموز العام 2016، راح تحيطه انذاك على الجسر 42 شهيد. طبعا للانتقال بين الشطرين الاوروبي والاسيوي بيتم الانتقال عن طريق ثلاث جسور معلقه بالاضافه لنفقين تحت سطح البحر، بالاضافه للعبارات الموجوده في مناطق بشكتاش كبتاش كاريكتوي بالاضافه لامن. طبعا على يميننا مباشره احد اشهر مناطق القسم الاوروبي من اسطنبول منطقه اورتاكوي. ابرز ما يميز هاي المنطقه جامع المجيدية الموجود على ضفاف البوسفور. يسارنا مباشرة ايضا عم بتلاحظوا جسر البوسفور الثاني، جسر السلطان محمد الفاتح اللي تم افتتاحه في عام 1988. بالنسبة لمضيق البوسفور بيعتبر سلطة وصل مهمة بين بحر مرمرة والبحر الاسود بطول 33 كيلو متر. طبعا اسطنبول مبنية على سبع تلال، اعلى تلة موجودة امامنا باليسار قريبا تلة الشاملجة او ما تعرف باللغة العربية بتلة العرائس، ارتفاع عن سطح البحر 172 متر. عم بتلاحظوا في اعلى التلة اكبر مسجد في الجمهورية التركية، الطاقة الاستيعابية للمسجد قرابة 65,000 مصلي، له طابقين خاص للنساء بسعة 5,000 مصلية، له 6 مآذن، 4 مآذن بطول 107.1 متر ومأذنتين بطول 92 متر.
لا.